هذه الرسالة نخلي هالكم من صميم الفؤاد نتاعي باللي الجزائر قبل كل شيء. سنحررها بدماء شهدائنا. ستون سنة تمر على استقلال أرض المليون ونصف المليون شهيد، ستون سنة تمر على استرجاع الحرية على يد أبطال الجزائر، شهداء ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، ومجاهدون عايشوا فرحة الاستقلال. اليوم يوجهون رسالة إلى الشباب عنوانها الجزائر أمانة حافظوا عليها. هذه أمانة يحافظوا عليها. أولاً الجزائر هذه غالية، والله ما تسع بلاد زيها، على خطر مسقية بالدم. رأي أمانة فرقة بيها. مسقية بالدم تاع الشهداء. الأمانة انتعنا تاع الشهداء للشباب، احنا ضحينا على الجزائر والشباب فهمتي تحتفظ بها ويعيش بها ويربطها بين يديه. معظمهم رحل عنا تاركاً حكايات عن شجاعة لا مثيل لها، منهم من روى ومنهم من لم يستطع، ومن تبقى منهم نرى في أعينهم بريقاً عند الحديث عن البلد الغالي. الجزائر التي يعيشون اليوم فيها في حرية وسلام هي جزائر قوية، حلمهم تحقق باستقلال الوطن، وأمنياتهم يريدونها أن تتجسد مع الأجيال الصاعدة. أنا نطلب منهم يتيقوا بنفسهم وللأمام، للأمام هذا ما كان يمشيوا لقدام، رانا قادرين 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 باش نكونوا في المستوى. إن شاء الله نتمنوا ليكملوا المسيرة تاعنا في سبيل الوطن، يخدموا على الوطن مروح مليح واسمائه طويل وينجح ربي إن شاء الله بيتهم ما يتمنوا كل إن شاء الله. ألف رحمة على من سقطوا في ميدان الشرف وعلى من فارقوا الحياة بعد الاستقلال، وكل الصحة والرفاه لمن هم على قيد الحياة، من نحظى بشرف لقائهم والحديث معهم، هؤلاء الذين يحملون في كيانهم ذاكرة الجزائر. أنا نتمنى الجيل هذا يطبق الرسالة تاع الهدف تاع المجاهدين وتهلا وتعيش إن شاء الله الجزائر في الهنا والمجر والخلود للجزائر إن شاء الله سبحانه تعيش أبد أبد الدار واقفة بين الدول.